الفكرة هنا؟ أول حاجة إحنا كمجموعة النجم الساطع في جميع فروعنا عندنا باكيجات اللي عليها آلية ضمان، واخترنا بعناية أفضل أنواع المنتجات من ناحية تغليف جوالك. جوال قيمته 4500 ريال ما تستخسر عليه 150، بس الفكرة مو بهنا. طبعا عندك منتج هيلمت وإمتك الأمريكي وبرضو أوراس. العرض حاليا على هيلمت ماجد، أنا ما أبغى أسوي بروبات وأحدث قدامك والناس اشبعت بالأمور هذه، اكسرها ولك مبلغ مالي، اختار مبلغ تبغاه، انت اكسر بيدك، تحدى الجوال، مع انه ما في شيء اكيد 100%، لكن راح اوصلك لمرحله تصدم، وانت عندك سيراميك يعني مو باركيه تحتك، جرب بدينك باللي احذفه يمين صقعه بالسناب اللي بعدها. طيب بالسعر بالنسبه للعفوا للاسترجاع الضمان، لو الضمان الشاشه الاماميه 1000، لو انكسرت الخلفيه 300 ريال، لو تغير لون الجراب لك تغيير، وعندك كرب ضمان وفاتورة تحفظ حقك لمدة سنة، وغير هذا كله احنا من اشهر المحلات في خدمة ما بعد البيع. خلي الناس تسأل ورانا، خلي تدخل جوجل وتشوف الناس قاعد تعلق تجربتها بشكل ما في الحكاية فايدة. يا سلام، اسناب الوراء احنا بيها على يدك. طيب.